سيدي، أنا سعيد جدا بلقائك أخ عزيز، شرفتنا في بلدك الثاني الإمارات. معرفتنا صار لها مدة وبنينا عليها ثقة بناء على مواقف مختلفة. اليوم نحن نرى العراق يمر بمرحلة تحدي، ولكن ثقتنا بالله وثقتنا فيكم وفيك سعادة رئيس الوزراء كبيرة، وأن نثق أنها في أيدي أمينة. أتمنى سيدي أن تعود هذه الزيارة بالخير للشعبين. نحن قراب على بعض بالمسافة وبالقلب. زيارتك هذه بتقوي الجسر اللي بين دولة الإمارات والعراق. عراقنا غالي على قلوبنا، علاقة بناها وبداها ببداية الدولة المؤسس رحمة ربي عليه الشيخ زايد بن سلطان، و العلاقة من ذاك اليوم بدأت تقوى، وأكد على هذا الجسر سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد حفظ الله، ونحن على هذا الطريق مستمرين. وهذه الزيارة تأكد قوة هذه العلاقة